بالدم نفتيك يا يمن، بالروح بالدم نفتيك يا يمن. جانب من احتفال وإيقاد شعلة العيد 62 من ثورة 26 سبتمبر في ميدان التحرير في العاصمة صنعاء. شهد ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء مساء اليوم حفلا كرنفاليا لإيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر في ذكراها 62، وحضر الاحتفال وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء محمد ناصر العاطفي مع عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والعسكرية. وخلال الحفل قدمت فرق الكشافة عرضا شبابيا وعروض لفرق الرقص الفلكلوري الشعبي، وألقيت عدد من الكلمات عن عظمة المناسبة الوطنية. ومن هنا من ميدان التحرير الذي بيزايده محتفلين من وسط صنعاء بعيدا عن المزايدة في
في ميدان التحرير وإيقاد شعلة السادس والعشرين من سبتمبر. شيخ علي، يا شيخ علي ضبيبي، يا شيخ علي ضبيبي، كلمة كلمة شيخ علي ضبيبي، كلمة للمزايدين. يا شيخ علي ضبيبي، هيوصل هنا الصور مريع لك عشان نزل الليلة. زيد يا عم ارحب طارق دبدبنا. هيا هيا الحبوب يا شباب يا شباب يلا يلا ومن قريح بدم نفتيك يا يابان برقع بدم نفتيك يا يابان برقع بدم نفتيك يا يابان برقع بدم نفتيك يا فلسطين برقع بدم نفتيك يا أقصى وفي سياق موازن شهدت مديرية بني الحارث بمحافظة صنعاء اليوم لقاء قبلي موسعا في إطار الاحتفال بعيد الثورة. وخلال اللقاء
أكدت قبائل نهم وبني الحارث الوقوف صفا واحدا لمواجهة مؤامرات ومخططات قوى التحالف وأدواتها لاستهداف الجبهة الداخلية وزعزعة الأمن الداخلي. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.